بعد رمضان كما كنا في رمضان، ولنجعل من رمضان منطلقا للحياة كلها، فما هو إلا رحلة عشناها مع الله في صيام وذكر وتلاوة قرآن وصلاة وعبادة وخشوع وانكسار، لنرى أثره بعد رمضان. الله الله، لا تفوتنا صلاتنا، وأن يكون لنا نصيب من الصيام بعد ذلك، فإن الله جمع بين المثالية والواقعية في شريعتنا. الواقعية أن تصوم شهرا في العام، لكن المثالية أمامك مفتوحة، صيام 6 أيام من شوال، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر. وكذلك ما كنت قد حرصت عليه في تلاوة كتاب الله، اقرأ كتاب الله ولتكن بينك وبينه صلة، إن كتاب الله أنوار تخرج من بين السطور إلى الصدور، يجمل الله بها الحياة، يريح بها الروح، تأنس بها مشاعرنا، نستفيد منها. إذن لا بد لنا من أن نكون بعد رمضان كما كنا قد تذوقنا حلاوة القرب والعبادة إلى ربنا قبل في رمضان. فلنحرص أيها الأحبة، ولا يقع علينا دلالة قول بعض السلف: بئس الرجل الذي لا يعرف الله إلا في رمضان. رمضان ما مضى، ولكن لا زالت آثاره الخيرة كامنة في قلوبنا، فعلينا أن نستثمر هذا الفضل وأن نمشي، لأن الله قال: فإذا فرغت فانصب. إذا انتهيت من عمل، هذه يعني الحركة المستمرة في المسار إلى الله، لأن الله يقول: ففروا إلى الله وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إي نعم، ففروا إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. المسألة لا يمكن أن نتباطأ فيها، والأعمار قصيرة، والإنسان لا يدري متى يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته. فعلينا أيها الأحبة أن نبذل جهدنا في العمل الصالح، وأن نستمر على عملنا الصالح، وأن لا يكون رمضان هو الذي عرفنا فيه ربنا، فلما جاء رمضان ما بعد رمضان تخطفتنا شياطين الإنس والجن فتلهينا عن ربنا وعن ديننا وعن فضلنا وعن قيمنا وعن يعني ما كنا قد ألفناه من عمل صالح في ذلك الشهر العظيم.